اللي جاي هيكلمكم على روح عاشها في ظرف كتير قوي وتكرر، وبيأكد انه اللعب للاهلي مش رفاهيه، اللعب للاهلي مسؤوليه. كابتن وائل جمعه نسمع. كابتن وائل، انت قلت كلمه ان الفرص الضائعه بسبب الرعونه، وانا اضيف اليك عدم الخبره، عدم الثقه في النفس من لاعبي النادي الاهلي. يعني زي ما قلنا الرعونه يا احمد في التعامل مع الفرص، الفرص اللي بتجيلك لما الفريق بيوصل لمرمى الفريق المنافس اكتر من مره، اللعيبه بتستسهل ان هي هتفوز بالمباراه. يعني اللعبه دي طبعا مستحيل تكون ضربه جزاء، ولو فيها ركله يعني فاول او شيء تبقى من خارج المنطقه، لان يعني لو فيها دفع او فيها لمسه او فيها شيء، انما حتى ما فيهاش لمسه لما اتعادت والكاميرا قربت على اللعبه جدا ما فيهاش اي تلامس بين عمرو سوليه وبين يعني ليست ضربه جزاء بالمره. انما انا اشوف ان ده عقاب الهي للعيبه على الفرص اللي ضاعت بالشكل ده، وده ياكد اهميه الفار لو موجود برضه لعبه زي كده تتلغي. انا قلت لك من في بدايه الاستوديو اللعب في الاهلي مش رفاهيه، لكن البدلاء سجلوا اليوم. اللعب في الاهلي يا احمد مش رفاهيه، مسؤوليه انت كبيرة. لو ما عندكش المسؤوليه هيبقى شكلك زي ما هو حاصل للعيبه اللي موجوده دلوقتي. يعني المشكله في عدم ثبات المهاجم الرئيسي في النادي الاهلي؟ لا، المشكله في عدم استغلال اللعيبه للفرص. انا يعني المشكله في اللعيبه مش المدرب. ما حملتش المدرب ليه المسؤوليه؟ لان المدرب اللعيبه وصلت للجول اكتر من 15 مره وتبديلاته نجحت وسجلت. كابتن هذه اتفق معك في هذه النقطه، مشكله لعيبه ليست مشكله مدرب. انا قلت لك مشكله لعيبه في ان التغييرات بتحصل. المدرب لو عنده لاعب بيسجل له كل مباراه هدفين وثلاثه هيطلعه من الملعب ليه يا احمد؟ هيبقى هو الاساسي وهو الثابت. المهاجم تركيز وفرصه. شوف الاحصائيات كابتن وائل، يعني الاهلي 29 تسديده مقابل 7 لفيتا كلوب، يعني ما فيش مقارنه تماما. الفريق الثاني مش موجود يا احمد، الفريق الثاني ظهر في الكورتين، الكره في الهدف والفرصه اللي انقذها الشناوي. التسديد على المرمى 13 مقابل 5، 13 مقابل 5، فارق كبير جدا في التسديد على المرمى. كل الارقام القياسيه على الركنيات، 13 ضربه ركنيه الاهلي، ضربه ركنيه واحده لفيتا كلوب، ارقام كارثيه. طيب هو ركز على نقطتين مهمين جدا. دور المدرب، دور مدرب في ايه؟ ان يضع الخطط اللي تخلي فريقه مسيطر على المباراه وبيصل الى مرمى الخصم بكفاءه وبيمنع الخطوره على مرمى. واقع المباراه بيقول ايه؟ بيقول ان موسيماني وصل فرقته لهذه المرحله. هتقول لي ما هو دخل فيه جولين، ما هو جولين لان من هجمه وحيده دخل جول. والاستاذ ابراهيم واحنا بنتكلم قال لي بص انا احساسي ان الفرص الكتير اللي ضيعناها خلتنا حاسين المباراه سهله، هنكسب في اي وقت، لان برضو الفرصه اللي دخلت فينا فيها نوع من عدم التركيز. يعني اللعيب ما يكسرش لجوه ابدا، لازم يكسر لبره، لكن كسر لجوه فجاه، راح داخل بمهاره وشاط الكوره رجعت له هو راح حاطط جوه، برضو حاجه غريبه. يعني ما هو الشناوي تصدى، لان اللي يقول لك الشناوي غلط، لا، الشناوي تصدى لكوره قويه ما يقدرش يعمل فيها اكتر من يحط ايده، مفيش فرصه للتوجيه، واخد بالك؟ فرجعت له هو، ده التوفيق. ضربه الجزاء خلاص مش عايزين نتكلم عليها 100 مره، مش ضربه جزاء. نقف عند ضربه الجزاء هنا بس الاول. يعني هو عايز يقول ايه؟ موسيماني خلاص عمل اللي عليه، اداني الاسلوب اللي اوصل بيه المرمى الخصم. ما ينفعش اهدار الفرص بهذا الكم وبعدين نرجع نندم عليها في الوقت بدل الضايع اللي بقى فيه توتر. يعني لما لعيب يضيع في الوقت بدل الضايع يمكن تقول ان هو دماغه متسرع يعني او متردد او تعرف يا باشمهندس الموقف بقى حرج. باستمرار أسوأ نتيجه الفرق الواحد. أتفهم. لانه فكره ان انا النتيجه 2-1 ومباراه مفصليه زي كده مهمه جدا، بعد ما جبنا الهدف الثاني لما تتفرج على الثلاث اربع دقائق اللي بعد الهدف الثاني حصل نوع من الاسترخاء والارتياح والاطمئنان، فبدا بقى الكعب وبدا الباص وبدا على طول التركيز بيقل. فاكر ماتش البني الاثيوبي اللي تعادلنا هنا 1-1 وتيجي هنا 2-2 وغالبين 2-1 الراجل يجيب جون دبل كيك واحنا عمالين نضيع. ايوه كشري كان جاب الجولين واحنا بنلعب يعني كان ساعتها الكابتن رضا عبد العال اللي بالمناسبه بنتمنى له كل الشفاء ان شاء الله تعالى. يا رب. كابتن رضا عبد العال دخل المستشفى بيعمل عملية قلب مفتوح، بنقول له ألف سلامة عليه وإن شاء الله يرجع بألف سلامة. يرجع يناكب فينا تاني بإذن الله، مستنيين من كفتك يا كابتن رضا. سلامة قلبك. هتوحشنا. سلامتك يا حبيبي، ألف سلامة. طيب.
ده كلام الكابتن وائل جمعه. اللعب للاهلي مش رفاهيه، مسؤوليه. ايوه الجمله دي هي اهم جمله. انت بتلعب للاهلي مش عشان من حقك تزهو طبعا انك بتلعب في الاهلي، لكن مسؤوليتك اكتر من احساسك بالرفاهيه.